مرحبا بكم، تحية ليكم وتحية لكل مستمعي إذاعة حياة اف ام، وشكرا لكم على التغطية والحضور المتواصل معنا في مختلف الأنشطة خاصة الأنشطة الثقافية. اليوم تعيش القيروان على وقع الملتقى الجهوي للموسيقى والكورال بالوسط المدرسي بمشاركة 13 مؤسسة تربوية. طبعا باش يكون تم تقديم عروض موسيقية لنوادي الموسيقى والكورال في المؤسسات هذه. ثم لجنة تحكيم أكيد باش ترشح أفضل هذه المشاركات باش تمثل إن شاء الله جهة القيروان في الملتقى الوطني أكيد باش ينظمه في فترة لاحقة. نحب المناسبة نحيي كل الزملاء المربين اللي يشرفوا على النوادي هذه، لأن حقيقة تعطي قوة دفع كبيرة لتلامذتنا في الوسط المدرسي، ونعرفوا الجانب الهام للموسيقى في الحياة الإنسان وخاصة في الوسط المدرسي من خلال النشاط هذا. احنا نتوج نشاط سنة كاملة من العمل اللي قاموا به زملائنا في مستوى المؤسسات التربوية، واليوم بحضور العديد من الأطراف المتداخلة اللي هي تشجع على العمل الثقافي داخل المؤسسة التربوية. تحضر معنا كشافة التونسية في التأطير، تحضر معنا أيضا كيف إذاعة الحياة اف ام اللي تغطي اللقاء هذا، وبقية المؤسسات الإذاعية الأخرى اللي هي نشكرها برا أخرى على التغطية والحضور، كيف أيضا بالشراكة مع الإطار البيداغوجي اللي نعرفوا التأطير البيداغوجي موجود، وزملائنا السادة المديرين وكل العاملين في الحقل الثقافي بالمدرسي بجهة القيروان، وطبعا الإدارة إدارة المرحلة الابتدائية وحياة المدرسية اللي هي معنا تشرف على تنظيم هذا اللقاء. إن شاء الله اللقاء يدور في أجواء طيبة، وأكيد أنها أجواء طيبة لأن التلامذة والأطفال الصغار فرحتهم برشا بالموسيقى. مع الشكر إن شاء الله يكون يوم جميل بالنسبة لك صغيرات جيما نعمل نشاركوا في الحاجات هذه تشجيعا للوليدات وللأنشطة. بصراحة في ولاية القيروان ينقصنا برشا أنشطة وأنتم ما تعرفوا، دونك أول فرصة نلقاوها باش نكون فما نشاط لك الوليدات نساهموا به ونشجعوهم وربي إن شاء الله يكون معاهم. ديما نشجعوا التلاميذ باش يمشيوا يتفرجوا فيه، وأنا واحدة من الناس نعمل نأثر في المسرح، دونك ديما رافق تلاميذي في الأنشطة هذيا نحب خاطر هما تعرف مدارس ريفية ديما ناقصين تأثير وناقصين أماكن وناقصين، ورغم ذلك عنا برشة لمدات مواهب إن شاء الله ما شاء الله عليه. فما أقبال على الأخر، حتى الأولياء فما ناس معناها تحلت أفكارهم مش كما قبل ما يحبوش، وديما البنية خاصة ما تمشيش تنشط ما تمشيش تعمل مسرح ما تمشيش، توا الحمد لله لاباس. كشاف في كل مناسبات هذه تكون حاضرة، تكون للمنطقة الجهوي للكورال وبقية المنطقيات الأربعة الأساسية اللي تنظمها المندوبية التربية بصنفيها الإعدادي وثانوي وابتدائي، يكونوا موجودين في التنظيم في الإعداد في توجيه التلامذة وفي حسن سير المهرجان. إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله يتعدى المهرجان كما كان مقررين، ومرحبا بكم. الحياة فهم. زهرة الحياة.